بتقضوا رمضان ازاي؟ والله احنا يومك طقوسك في رمضان طبعا يعني هي كلها كورة، نايم الصبح الكرة وبتتمرن ما بالليل. فيش. بالليل نتمرن بالليل، وموضوع بالنسبة لنا بيبقى صعب، حتى موضوع الأكل صعب جدا. يعني ما يمكن الناس فاهمة لعيب الكورة بياكل كل حاجة وبيعمل، لا صعب. احنا في رمضان تقريبا ما حدش بياكل يعني عشان نلحق تدريب. الفرق بين رمضان في طفولتك في المنيا في بني مزار وبين الفرق هنا وانت بقى لعيب كورة خالص في القاهرة؟ لا فرق كبير جدا. يعني في رمضان كنا بنهتم بالزينة ونجمع فلوس من الجيران ونعمل زينة في الشارع، وكل يوم عند حد من الأقارب نفطر. الموضوع اختلف بقى بعد ما بقينا لعيب الكورة، الموضوع صعب. لسه حريص انك تروح حتى في طبعا. المناسبات تاخد في سليم وسلمى، عندهم بالظبط. كام سنة دلوقتي؟ سليم 6 وسلمى 5. مفيش، مش عايز تشوف حد فيهم سليم مش عايزه كورة؟ اتمنى والله من ربنا ان شاء الله ربنا ما فيش اي يوفقه. ميول؟ بيقول لي ايه؟ انت مش حاسه حابب الكورة اه ما هو لسه بيلعبش ما بيمسك كوره بيعملش؟ وبيلعب كده، بيكسر لنا حاجات في البيت، لكن لسه برضو ما يبانش، لسه صغير يعني. بتبقى حريص ان انت تاخدهم دايما تسافروا بين اهلك وان هم يبقوا طبعا. بيعيشوا الاجواء دي، خصوصا ان هي دي اكتر اماكن ممكن يتحس بيها بالرمضان بالعيد بالكلام دي ده حقيقة، كله. هما بيستمتعوا بيحبوا البلد جدا يعني. جبت لهم فوانيس ولا لسه؟ طبعا جبت لهم جبت فوانيس. خلاص. طب ايه الفرق بين فانوس زمان لا وفانوس اختلف دلوقتي؟ ايه الشكل اختلف. ايه؟ احنا زمان كان الفانوس يعني على قده كده، واحنا اللي بنجيب الشمعة الصغيرة بنحطها فيه في لكن دلوقتي مجهود لا. دلوقتي دلوقتي عجاز. الموضوع اختلف خالص يعني. مين فيكم اللي بيوافق على كل الطلبات في البيت ومين الحد اللي دايما الاب يبقى الطيب اللي بيوافق على كل حاجة والام هي البعبع اللي في لا البيت؟ مش بعبع، اقول يعني بص، الاب دايما بيبقى كده عشان ممكن بالنسبه لنا عشان مش موجود في البيت كتير، معسكرات، بحس ان ولادي انا بعيد عنهم، مش عايز اقول لهم فبتعوض لا. ده بان انت اي حاجة بالظبط. يقولوا عليها اوكي. دي حقيقه. سلمى ايه ميولها؟ كورة؟ احنا قلنا سليم هما ممكن لا هما عندهم اي ماتش هما يفتكروا الاهلي، هما لسه طبعا مش عارفين حاجه، وبيفتكروا ان انا اي ماتش رايحه هرجع بميداليه، يعني هترجع ده بالميداليه. هيبقى كتير جدا. عشان كده مش عارفين حاجة هم صغيرين، لكن هم طبعا أهلي وبيحبوا يلبسوا تيشيرتات النادي، وإن شاء الله ربنا يوفقهم يعني، ويوفق سليم بالأخص يعني إن شاء الله. رمضان في الكورة صعب، انتوا جدا سواء بتتمرنوا الصبح سواء بتتمرنوا الليل، جدا الواحد بيبقى عايز رمضان يدخل من هنا احنا نقعد ما نتحركش، دي حقيقة. حتى لو بالذات سفر بره. كنتوا بتعيشوا ده ازاي لما تبقوا مسافرين بره في وقت رمضان وعندكم ماتش او بطولة مهمة؟ الموضوع صعب يعني، حاجات كتير جدا بتبقى مش لطيفه يعني، بالاخص يعني في توقيت افتكر يعني كنا مسافرين سفريه وصمنا وقت طويل جدا. احنا المفروض كان المغرب يأذن هنا في وقت، واحنا طبعا كنا رايحين تقريبا الجزائر، واحنا المفروض كل ما نروح كده النهار بيطول. ايوه يا جماعه فانتوا نفطر في مكملين. الطياره. نفطر. انتوا طب هنفطر ازاي والتوقيت دلوقتي العصر؟ يعني قعدنا مكملين لحد ما رحنا الجزائر، كان بالنسبه لنا الموضوع طويل جدا، وطبعا اوقات كنا بنلعب واحنا صايمين، لكن الموضوع فعلا في رمضان صعب، حتى النوم بيبقى قليل. عشان كده هو بيبقى شهر، طبعا هو شهر حلو جدا بالنسبه لنا، لكن في الكوره بيبقى صعب. ما فيش مدربين كانوا بيجبروكم ان انتوا تفطروا بالذات لو انتوا لا عندكم ماتش او حاجه لا قبل؟ لا في مين كان بيحترم قوي الحته دي يعني؟ كان اي حد؟ كلهم. ما فيش اي لا حد لا كان خالص. بيقول اي حاجه؟ تصلي صلاه التراويح في الجامعه ولا لا؟ طبعا بس فترة بقى لنا سنتين اهو عشان موضوع كورونا، لكن ان شاء الله الفترة الجاية تبقى ترجع زي زمان يعني ان شاء الله. رمضان السنه اللي فاتت زي ما قلت كان كورونا، كانت اللي الدنيا فاتت واللي مختلفه قبلها تماما. فده عشت يعني رمضان ده كان شكله عامل ازاي بالنسبه كان لك؟ صعب يعني، ما كانش بالنسبة لنا يعني زي رمضان، زي أي رمضان كان مختلف، وكنا في البيوت وبنخاف من بعض ومحدش بيجي إلا عند حد، الموضوع ما كانش حلو خالص. عموما انت في رمضان بتحب العزومات والسهرات طبعا والحاجات دي بره ولا لا؟ بيوت وعزومات في البيت في وكده؟ لا بيوت وعزومات في البيت، لكن بره وخروج وسهر لا. ايه الاكله اللي بتبقى في سفره رمضان على سفره رمضان بتشوفها خلاص احنا في رمضان وصلنا؟ لا هو في رمضان بيبقى كل حاجة يعني، كل حاجة في رمضان بتبقى متاحة، بس بالنسبة لنا زي ما قلت لك لعيب الكرة ما بتبقى نفسك في كل حاجة، بس ما بتقدرش تاكل عشان بيبقى عندي تدريب بعد ساعتين، الموضوع صعب بالنسبة لي. ايه الاكله المميزه اللي مراتك بتعملها في البيت؟ والله يعني كل كل حاجه. حاجة، كل حاجة ده انت عادي ايه عادي. ده مش عايز تزعل لا لا ولا والله اي بجد حاجه؟ كل حاجة. طب ايه الاكله اللي بتعملها احلى من والدتك؟ لا مش بقول الاكله والله، يعني انا عايز اقول لك حاجه والله مش كلام، انا يعني الحمد لله يعني ان انا اكل مراتي نفس اكل والدتي،
يعني حاسس ان انا فعلا موجود في البيت، يعني مفيش حاجه مختلفه. مش عايز اقول اكتر اكل، انا باكل كل حاجه كل يعني حاجة الحمد لله. يعني مش متعب؟ لا لا، انا السؤال ناكل ايه بكرة، ناكل ايه النهاردة، سهل، ايه اللي طبعا تعمله اجابته اي حاجة. اي حاجه، والولاد شوف الولاد ياكلوا انا اكل معاهم.